بنكمل كلامنا عن ستات مصر وجدعنتهم وقوتهم وازاي بيكونوا قادرين في كل مجال انهم يثبتوا نفسهم. دلوقتي هنروح نشوف تقرير كده عن الست ام وليد، ست مصرية اصيلة قررت انها تشتغل سواق تاكسي وما قالتش لا ولا عيب ولا ما يصحش، بالعكس نزلت وكافحت عشان خاطر ولادها. ايه القصة؟ هنروح نشوف ونرجع تاني. أنا اسمي أم وليد، تني قولي 70 71 في الحدود دي، وعندي 4 أولاد. الولد الكبير توفى بقاله 8 سنين، دلوقتي عندي 2 وولد مش مكملة تعليمي، بس أنا بعرف أقرأ وأكتب. أنا سواق التاكسي بقالي من سنة 80، يعني قولي 42 سنة أو 43 سنة دلوقتي. وقت ما اتعلمت السواقة أنا ما كنتش متجوزة، بس أنا ولاد عمتي كلهم سواقين، فأنا كنت بقعد جنبيهم وأشوفهم بيعملوا إيه وبيتحركوا إزاي، بيركنوا إزاي، بيمشوا إزاي، فتعلمتها منهم. بعد كده جبت عربية وطلعت رخصة واشتغلت عليها، وبعد كده اتجوزت بقى وبرضه شغال. يعني أنا مثلا كنت بخرج الستة الصبح وأروح على الساعة 2، أعمل أكل لولادي ونتغدى وأنام شوية، وأرجع أخرج تاني أسهر لحد 12 ونص واحدة بالليل، وبعد كده ارجع تاني بقى بيتي اشوف برضو عيالي واشوف اللي ده ذاكر ولا ما ذاكرش. شغل شقه يعني، الحمد لله. لا هو ما اعترضش لان انا اتجوزت وانا سواق التاكسي، فما كانش معترض، كان شرط الوحيد ان انا هفضل اشتغل لان هو كمان كان سواق، فهو مقدر الظروف وعارف. لا انا ما فيش صعاب بتقابلني الحمد لله، انا بساس اموري في الشارع يعني، واقفة عند الفندق هنا بساس أموري مع السواقين كده يعني. يعني أنا بقالي 42 سنة، لا هم أقل من كده، فهم اتولدوا وتربوا وهم عارفين أمهم سواقة، وكنت باخدهم معايا في العربية وهم صغيرين كده يعني. دلوقتي البنات لما بيشاوروا وبتفتح الباب ورا وتتنبه نفسها، تلاقي واحدة ست اللي قاعدة تروح قافلة الباب وفاتحة وقاعدة جنبي، نفسي أطلع عمرة أحج. ألف تحية للست المصرية وست أم وليد اللي بتشتغل في سواقة التاكسي عشان أولادها، ست بمية راجل زي ما شفنا، ما حدش يقدر يكلمها، ست جامدة جدا صح؟ طبعا. وبعدين أنا عاوزين كتير أكتر من كده ستات كتير، إحنا عندنا بناتنا وستاتنا بيحبوا ساعات بيبقوا مرتاحين نفسيا وهم راكبين مع تاكسي فيها السائقة سيدة، إحنا عاوزين من حضرتك كتير ويعني ويزيدوا ويتباركوا إن شاء الله. بتنظف عربيتها إيمان بإيديها. أيوة طبعا، ما هي دي، هي بتراعي أكل عيشها وبتحب أكل عيشها، وعندها 71 سنة، ربنا يبارك والله يمديها صحتك وعمرك وربنا بيبارك والله. واكيد هي طبعا يعني ممكن واحده تانية تقول لك لا طب ما انا هركب على تاكسي، اكيد هتعرض ممكن لسخافات احيانا، لحد ينتقد، حد يضايقني، ولا همها الكلام ده خالص. وستات وبنات كتير ويوميا تقريبا بنعرض هنا في البرنامج نماذج عشان اللي خايفه ما تخافش، واللي متردده قومي ما تتردديش، توكلي على الله وان شاء الله ربنا معاكي، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. مشهد بقى يسعدني بصراحه الايام الاخيره او الشهور وكام سنه الاخيره اللي انتشر وزاد وما بقاش فيه بقى حته ان احنا خايفين ولا الناس بتضايقنا، البنات اللي بيركبوا السكوتر واللي بيشتغلوا دليفري على سكوتر وبيروحوا مشاورهم بالسكوتر اللي هو الفيسبا بيسموه، اللي هو الموتوسيكل الصغير ده، انتشر وبقيت كتير جدا لما اشوفهم باي باي لهم وباي باي لي ونفسي اركب وراهم اصلا يعني. فدي من الحاجات اللي احنا في بلد امان عامه. أيوة مصر طبعا بلد الامان وبلد الجدعنه، فبنحييها الست جميله دي طبعا.